وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير، بعد التحية، مصر تتقدم اليوم بمذكرة للعدل الدولية حول ممارسات إسرائيل المخالفة للشرعية الدولية. في هذا الإطار، كيف ترى هذه الخطوة في إطار دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية؟ يعني طبعا مصر هتكون يعني ده بمثابة شهادة شهود، يعني على يعني تشبيه ليها، فدي على اساس ان الدول التي لديها معلومات ووثائق وضالعه بقوه في القضيه الفلسطينيه منذ نشاتها حتى الان، وطبعا في المقدمه مصر شاركت في حرب 48 وقامت حروب عديده، وبالتالي منذ 1967 وإسرائيل تحتل الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي عربية أخرى، فبالتالي مصر ستقدم يعني شهادة من واقع خبرة عملية عن أعمال إسرائيل خلال حوالي يعني قربنا ب 75 سنة وهي تحتل الأراضي الفلسطينية وترفض إقامة الدولة الفلسطينية. ليس هذا فقط، وإنما إسرائيل قامت بالعديد من المخالفات، مخالفات للقانون الدولي بإقامة مستوطنات دائمة لمدنيين في الأراضي المحتلة، وهذا يعني وفقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 2004 ده مخالف للقانون الدولي، ووفقا أيضا للرأي الاستشاري للمستشار القانوني للخارجية الأمريكية في 1980 ده مخالف للقانون الدولي، فبالتالي هذه مخالفة صريحة وواضحة، ومع ذلك إسرائيل ماضية في هذه العملية توسع في المستوطنات. أيضا بالنسبة لعملية الحصار الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، يعني من منذ زمن ليس الآن، ولكن منذ زمن ومستمر لخنق اقتصاد هذه الدولة اللي هي الدولة الفلسطينية اللي تم الاتفاق عليها مع الإسرائيليين في اتفاق أوسلو من 30 سنة. أيضا بالنسبة لعملية يعني فرض قيود على الحركة داخل قطاع غزة والضفة الغربية، فكل دي عمليات مخالفة للقانون الدولي. نعم، هذا فيما يتعلق ب المرافعة الشفهية التي ستدلي بها مصر، لكن فيما يتعلق بالمذكرة المصرية التي تقدمت بها مصر للمحكمة العدل الدولية تأكيدا لعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، في رأيك هل ستساعد هذه المذكرة في الضغط على المجتمع الدولي لضغطه على الاحتلال لوقف العدوان على الفلسطينيين؟ بالتأكيد، يعني هو دور مصر، ولكن هو محتاج إلى الشريك الأساسي الإسرائيلي وهو الولايات المتحدة الأمريكية. يعني النهارده هل اسرائيل تستطيع ان تتحدى الولايات المتحده الامريكيه عندما يعلن الرئيس بايدن ان الحل النهائي والدائم ومن اجل اسرائيل هو اقامه دوله فلسطينيه؟ راينا اليوم ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بيعقد اجتماع للحكومه الاسرائيليه وبيرفض رفضا باتا وقاطعا لاقامه دوله فلسطينيه بما يدعي من طرف واحد. نعم، هو ليس من حق اسرائيل، وحصل على الاجماع كمان من الحكومه الاسرائيليه. ما هو يعني ما هو ده لعبه، يعني هي ما هو معروف ان حكومه يمينيه ماذا سيكون موقفها. فهنا يعني ليس من حق اسرائيل ان توافق او تعترض. نعم، لان هناك قرار بتقسيم فلسطين الى دولتين، دوله اسرائيليه ودوله فلسطينيه. نفذ جزء والجزء الاخر لازم ينفذ. فهنا دور الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني توفر مظلة قوية لإسرائيل عسكرية واقتصادية وسياسية، يعني فده محتاج فعلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوب، فقط مطلوب منها تجاوب حتى تمتنع. يعني إذا امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن بعد غد على القرار اللي قدمه الجزائر هتكون خطوة إيجابية للغاية، ولكن النائبة المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة هتلت وقالت لو قدم هذا المشروع بهذه الصيغة اللي هو بيطالب بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية. نعم، فهنا يعني لازم دور الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، يعني أنها تشارك. ونحن بدورنا سننتظر جلسة مجلس الأمن بعد يومين لنرى الموقف الأمريكي النهائي فيما يتعلق بالمذكرة الجزائرية التي ستقدم. السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا هاتفيا، شكرا.